نظمت مؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا حفل كأس التفوق العلمي والثقافي بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بمشاركة أكثر من 30 مدرسة، وتم تقديم الجوائز للفرق الفائزة وكأس للمدرسة الأكثر تميزا في جميع المجالات، وذلك حرصا من المؤسسة على دعم التعليم في المحافظة. وأكد المنسق العام للمؤسسة علي طنطاوي إقامة فصول تقوية بكافة المراحل بالمجان في المراكز المختلفة لمحاربة الدروس الخصوصية بشعار مستقبل بلادك في تعليم أولادك.